وما نشاهد ايضا من او السياسيه التي احدثت اليوم وقوفها تحيتين وتضامنها المطلق مع الضحيتين التي تمران يعني في حاله حرجه وخطيره جدا وتضامنا مع اسر ضحايا الجريمه الانسانيه التي تعرضت لها السيدتين العمريات اولا قبل نتائج التحقيق العنايه التامه وما ترتب عن ذلك من تماطل الوزاره والسياق وتوفير الظروف الصحيه بعدم الافراج لانهم الان كما يعلم الجميع في حاله خطيره جدا ولعله اخر حدث الان التي مرت به الاستاذه نعيمه رياض واستنادا الى المواطن الدوليه عمليه جراحيه على مستوى راسها بعد حاله خطيره جدا والان فعاليات المجتمع المدني حقوق الانسان تطالب اولا بتخفيف وتوفير الظروف الصحيه للضحايا ثم كذلك لا بد من التركيز على انه اي مسؤول قام بخطأ جسيم او مهني في هذه الظروف لا بد ان يعاقب سواء كانت من الصحه سواء كانت وزاره الصحه فلا بد من ضرب بيد الحديد على كل من يتلاعب بصحه المواطن المغربي ثم كذلك نتوجه بالتحيه لكافه وسائل الاعلام التي اخرجت هذا الملف الى الوجود والذي لولاها لما عرف المغاربه بهذا الحدث ولما تضامنت معه الجمعيات الحقوقيه وكذلك فعاليات المجتمع المدني ثم نتوجه كذلك بالتحيه الى ساكنه مدينه سطات التي هبت بجماهيرها في هذا اليوم من اجل التعبير على تضامنها ومن اجل التعبير كذلك على مساندتها للتحيتين وشكرا لكم.